الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، نسخ المراجعة روى المصنف بسنده عن ابن عباس، عن محمد بن إياس، عن محمد بن إياس ابن عبد العليل الليث المدني، وهو من الثقات، وثقه ابن حبان وغيره، وهو من أولاد البدريين، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح له صحبة ولا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال اللهم أمين، جزاكم الله خيرا، أمان السلام، رضي الله عنك، أن ابن عباس رضي الله عنه رضاه أبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني اعتبروا الطلاق ثلاثا، يقع ثلاثا، تبين منه بينونة كبرى. يقول أن هذا هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس من العبادلة الاثنين يعني، وأبو هريرة رضي الله عنه، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضه. قال أبو داود وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شاهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس ابن بكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر سألهما عن ذلك، فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإن تركتهما عند عائشة رضي الله عنها. ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود وقول ابن عباس أن الطلاق ثلاث، تبين من زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا مثل خبر الصرف. قال لي ثم أنه رجع عنه يعني ابن عباس. المسألة اختلف العلماء ورجع عن ذلك أم لا، يعني هو جعل الثلاثة واحدة كما كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني ابن عباس قال كان في صدر، كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة واحدة، وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. عن أيوب أيضا عن غير واحد عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء، ده أتكلم عن الصرف أيضا، الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين. كان كثير السؤال لابن عباس، قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى عمر الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن، يعني نجعلها ثلاثا. وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم. واعتبر الناس هنا الآن كلام أبي الصهباء ابن عباس أن هذا رجوع من ابن عباس وأنه جعلها واحدة فقط. والمسألة هنا الحق أن نقول المسألة على ثلاثة أقوال، هناك من جعل الثلاثة ثلاثة وتبين منه بينونة كبرى، وهذا أبو هريرة، وهذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ظاهر النص. ومنهم من قال أن الطلاق ثلاثة طلاق بدعي لا يقع، وهذا قول الحنابلة، وأيضا رجحه ابن تيمية. والقول الثالث أن المسألة دائرة على النية، وهذا الذي ندين الله به، وهذا قول الشافعي لحديث ركانة، وإن كان فيه الضعف لكن أصله صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال والنيات إنما كل امرئ ما نوى. قال له النبي الله واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فجعلها واحدة، يعني لو قال ثلاثة لجعلها ثلاثا. وأما ابن عباس فقد ورد عن ابن عباس الأمران، ورد عن ابن عباس أنه جعلها ثلاثا، وورد عنه أنه جعلها واحدة. الفوائد المستنبطة من نبل العالم الرجوع عن الفتوى عندما يتبين له الحق ولسان حاله يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير أن أكون رأسا في الباطل. إقرار النبي تشريع عند اختلاف الصحابة يرجح بين أقوالهم أي الأقوال أقرب إلى السنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.